الراحل ديال ياسين اللي كاين في قصرية الزموري في شارع عبد المؤمن بمدينة الدار البيضاء. كنرحب بكم معايا في فيديو جديد، غادي نتعرفوا ان شاء الله على جديد المحل والهميزات ان شاء الله اللي موجد لنا خويا ياسين في ملابس ومستلزمات الرضع. غيكونوا معنا بزاف ديال الهميزات اللي كنتو كتسناوهم، منهم كيف ما كيبان لكم لي غونوياغ، عندنا ايضا لي زارات، عندنا ايضا كيف ما كيبان لكم لي ساك. شوفوا معايا الشكيلات ديالهم، لي برودوي، كل ما كيحتاجوا البيبي. ومعنا سي ياسين بخير، تبارك الله عليك. جميع متتبعي القناه فوالا اللي كيسولوا على الجديد وكيتقلقوا ملي كنتعطلوا عليهم شويه، مره كنقلبوا على الجديد. تبارك الله عليك، باش يرضاو علينا ان شاء الله. الله يحفظك السي ياسين. الرقم ديالو كيبان لكم على الشاشه، ايضا لاباج انستغرام. تبارك الله خويا ياسين يعني اكتيف لاباج انستغرام، فين ما كتدخل شي سلعه ولا برودوي جديد راه كيصوروا لكم في لاباج انستغرام. وبالنسبه لو جور دو بوين، النهار اللي ما كيكونوش في قصريه الزموري كيسدوا فقط غير يوم الجمعه. والارسال بيان سور كازا وجميع مدن المغرب. لو كونسيبت الناس اللي متبعينا راه ولاو عارفينه، الناس جداد كونسيبت لي زوين بزاف. المحل ديال خويا ياسين كيتكلف لكم بحقيبه الولاده دو ا زد، اي حاجه بغيتيها، ملابس، الات، لي برودوي كيف ما كيبان لكم، اي حاجه، تيغلي، لي زونسومبل، المنطات، بغيتي الكونه، بغيتي البوسيت، اللي بغيتي كيوفروا لك على حسب الميزانيه. حاجة الام اللي غتولد غتلقاه كلشي ان شاء الله. فوالا تبارك الله عليك. بالنسبه للحاجه مثلا لي بارك ولي بوسيت داكشي ما كنديروش، ولكن سوغ كوموند نجيبو لك. فوالا يعني هو داكشي اللي كتحتاجي ملي غتجمعي فاليز ان شاء الله كلشي غتلقى. كلشي الصاك بحال هكا كيوصلك حتى للدار. حتى للدار. فوالا فين ما كنتي. حتى كيوصلك غتخلصي. تبارك الله عليك، يعني دافعين ديال الاستلام. تمام. تبارك الله على السي ياسين. المهم ما تبخلوش علينا، لي جيم، البارطاج، وغادي نبداو مباشرة باش نتعرفوا على الجديد وعلى الهميزات. أول حاجة غادي نبداو بها السي ياسين. كاين هذا الموديل هذا. فوالا قلتي لي مطلوب. هذا مطلوب، ولكن حنا دائما نختمونا اشنو درنا دابا؟ حطينا لكم علي شانتيو، كنصور لكم الموديل، الحاجة اللي فيها العدد الكونتيتي غنقول لكم كاينه، الحاجه اللي فيها شي حاجه قليله غنقول لكم راه ما فيهاش بزاف. واضح مزيان. هذا يلاه جا هذا. شوفوا معايا المامي باك كيف ما كيبان لكم، كيجيب لا تخوس ديالو انيق جدا. قلتي لي نطلب بزاف، كيبغوا بزاف ديال السيدات كيسولوني عليه بزاف. شوفوا معايا، كان عندي ديجا وبعناه ولكن ما عاودتوش، ولكن كليان بزاف كيسولوني عليه. واحد درنا لكم دابا، ولكن ما فيهش بزاف، كميه محدوده ما فيهش بزاف، ولكن الا جا ان شاء الله مع طلبت درت واحد الطلب، الا كان جا راه غنحطو في الانستغرام. تبارك الله فوالا، يعني اللي غيستافدوا هذه المره هذه غيكونوا ناس قلال. تمام. ولكن ان شاء الله الا جات لا كوموند ثانيه راه غتعلنا في الانستغرام. صافي ودوزوا لا كوموند ديالكم. كيختمونا هذا راه كيجيو فيه ثلاثه اللوينات، فوالا كيجيب هذا لاطخوس هذا البلو كيهز، راه كيهز هذا. تبارك الله كيهز، الخدمه ديالو مزيانه، شي حاجه طوب. وكيجي هنايا بحال كارني بالافيكوير. تبارك الله عليك. شوفوا معايا بلا تخوس ديالو، عندنا البلو مارين. كيجيك هذا الغوز، هذا لو غوز، الغوز ديالو حتى هو خطير. فوالا، يعني دابا السيدات اللي عندها بنوته غتاخذ هذا لا كولور، اللي عندها وليد غتاخذ اللون الازرق. وكاين هذا لو بيج، هذا الطوب، هذا كيحماقوا عليه السيدات، هذا اللون ترابي ولكن راه ما فيهش بزاف. المهم هذو كميه محدوده ما فيهاش بزاف. نبيع لكم الوام نقول لكم راه كاين، فهمتيني؟ تبارك الله عليك، لا انت واضح ما شاء الله عليك خويا ياسين. ها انتم هذه لا كولور الثالثه، المامي باك كيف ما قلت لكم راه غنيه عن التعريف وما تيكونش بزاف. شحال غيبقى؟ غيبقى لهم 200 درهم، 199 درهم. 199 درهم 4000 ريال، غتاخذوه ب 4000 ريال ولكن كميه محدوده. شوف كيجي تاهو في لا ميم كولور. تبارك الله عليك، اللي بغات شي حاجه البنات كابتيغ ديكرون، ها هي شوفوا ايزوتيغ نتا هي. تبارك الله عليك، شافي هاد السنسله هنايا تيجي مقسم من الداخل زوين. وكيهز. تبارك الله عليك، اللي بغات شي حاجه كابتيغ ديكرون ترسل لها الرقم ديال خويا ياسين. والناس اللي بغاو يجيو قصريه الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينه الدار البيضاء، اقرب محطه ديال الترام هي محطه كليه الطب. فوالا شفتوا معايا ثلاثه الالوان. جات القصريه اللي سولت على ياسين، ياسين مولي اللي كيبيع حوايج ديال لي بيب. فوالا راه معروف. اللي سولتي غيوريك المحل. تبارك الله عليك، راهو المحل ديالو هانتوما كيجي، هانتوما هذا المحل ديال الفولار، هانتوما هذا هو الفولار والشال فين كيكون عبد الكريم، وهذا المحل ها هو بيبي لوكس. ما عندكم فين تلفوا، عند ياسين. هانتوما انا غنقرب لكم من اللافته، بيبي لوكس عند ياسين. فوالا من هاد لو ساك هذا غادي ننتقلوا الموديل الثاني معنا. لي ساك نيت دائما جو بونس. شوفوا داك الصغيور هذا حتى هو، هذا حتى هذا كنبينو راه متوفر عنده دائما في المحل باللوان، غنرجعوا ليه غير هذا الجديد. شوفوا شحال غزال، وهذا كطقم يعني خارجه غير نهار نص نهار كتدي هذا، مثلا نهار كامل يومين ثلاث ايام كتدي الكبير. هذا حمقني خطير، شوفوا كيفاش جاوا مع بعضياتهم، جاوا كيحمقوا. حتى هذا راه في لابوندوليغ ديالو. اها كاين السماطات ديال البوسيش، ها هي بحال دابا هادو هما ديال هذا، هذا تا هو كيلصق في البوسيش. تبارك الله عليك، لابوندوليغ ديالو فوالا شفتو
تبارك الله عليك. فيه الوينات واعرين طوب شي حاجه. مقسم زوين عنده هاد الجويب اللي هنايا ومن الداخل، واخا توري هنا من الداخل اخويا ياسين، وراه فيه الشكيله حتى هو فيه الوينه. شوف شوف شحال كيهز ومقسم. شوف هانتي ختي غزال، بلاصه البيبغون، بلاصه التيرموس، لي لانجيت، الحويجات، ها انتوما اللي تيجي مقسم زوين. شوف شتو تبارك الله عليك. في الوينات خطيرين في هذا اللون هذا اللي يمشي ليكم واعر، اللي بغاتو اونصومبل، وراه كل واحد كيتباع بوحدو تماما. غير هو مثلا اللي بغات تدي اونصومبل تيجي غزال. شوفوا هذا، شوفوا 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 هذا كيدير. هذا الشيء ما فيهش بزاف، كميه محدوده حتى هو، كميه محدوده. هذا لا كولور الثانيه او لا الشكل الثاني. اها هذا الملايين وباش زوين هادو كيمشيو بنات وولاد. بنات وولاد كلهم. كلهم يونيسكس. هذا ميليتير بالغوز والموف والفيغ او. شوفوا معايا هانتوما، هذا حتى هو راه يمشي بنات وولاد. شوفوا شحال غزال، شوفوا التفاصيل ديالو. بغيت نوريكم غير من هنايا هانتوما، راه كيتهز في الظهر كيجي على شكل ساكادو. هانتوما شوفوا انا غنبعد عليكم، شفتوا باش يبان لكم مزيان. يعني كتقدري تهزيه بالبواني، كتقدري ديريه في كتفك، كتقدري ديريه فوق كتيفاتك بجوج. تمام تبارك الله عليك. هذه لا كولور الثالثه. فوالا شوفوا معايا تبارك الله من الداخل حتى هو فيه بلاصه البيبون اختي منى. فوالا واللي زوين من الداخل يعني كيجي بلاستيفيك، يتغسل الا تكبات فيه شي حاجه ما كتخرجش برا. تبارك الله عليك. هذه لا كولور الثانيه. اي موديل عجبكم كابتور ديكرون. اللي زوين ان الدفع عند الاستلام، سواء في كازا ولا في اي مدينه في المغرب. بالنسبه للثمن ديالها ليفريزون مره اخرى كازا، كازا 20 درهم، خارج كازا 40 درهم. 40 درهم تبارك الله عليك، وحتى كتوصلك السلعه عاد كتخلصيها. شحال فيه من الموديل هذا قلنا؟ هذا اختي منى فيه هذا الموديل هذا، وكاين هذا الشكل هذا. لا هذا بدا، شحال فيه من الموديل؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة الموديلات، شحال الثمن ديالو كيبقى؟ هذا اختي منى يبقى لهم الثمن القديم. شحال؟ 135 درهم. 135 درهم، يعني الأول 199، الثاني 135، عاد عندنا ثاني هذا الميني. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير عامر جياب. هذا الشيء باش عجبني. ها انتوما، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، شفتوا؟ يعني هاد الجويبات هادو اللي كيجيو في الجنب، اللي لانجات، الكلينكس، أي حاجة. شوفوا معايا بلاصه البوندوليا اختي، ها هي. شوفوا معايا وفيه اللوينات هذا اللون هذا، اللوينات مبهجين خطيرين، وحتى ما كيتغسلوا كلشي. الثمن اللي فيه واعر اختي مولاي، شحال غادي يبقى؟ تبارك الله عليك. من 100 درهم غتاخذي صويب. تبارك الله عليك. وفيه الشكيلات فيهم شانطيوات حاليا ما كاينش بزاف. المهم هادشي كامل اللي كنوريكم انا كميه محدوده، واللي بغات راه دوز لا كوموند. اها هذا الشكل الثاني، هذا اللون، هذا الشكل الثالث. حاولوا تقادوا لا كاليتي ديماج من الجنب ديال لا فيديو. ها انتوما الشكل الثالث كيجي فيه الفضاء سبيس. اها وعاد عندنا فيه الشكل الرابع والخامس، خمسه لوينات. اها فوالا باش ديروا كابتور ديكرون. فوالا هو هذا، هذا يمشي بدا بالنوتات واعر، حيت فيه الموف والغوز يمشي غزال. شوفوا معايا ما كنوريهم لكم مازال، ما كنوريهم لكم ما عامرين. وهذا هو الشكل الخامس، هذا فيه الصومون، يمشي حتى هو وليدات وبنيتات. هذا شوفوا معايا تبارك الله. دابا 99 ياك 100 درهم فقط، عرض محدود تبارك الله عليك، كميه محدوده. سريعوا الناس اللي بغاو. وغادي نرجع لكم لهذا بالنسبه للناس اللي مثلا يكونوا ما شافوش لينا مثلا الفيديو اللي قبل، راه متوفر. ها هو باللوينات ديالو كاملين. شوفوا هذا فيه النوار، فيه الفيغ كانار، فيه البلو، فيه الصومون، اللون اللي بغيتو. كيجي فيه الساك بوحدو بحال هكا، شفتو في الانستغرام، وكيجيب الكونه ديالو. هي كتختار ديك الساعه، درنا ليه ثمن واعر تبارك الله عليك. شحال هذا؟ كنا دوزنا 200 الى قلت اختي مول. اها هذا شحال درنا ليه دابا؟ 169 درهم تبارك الله عليك. دابا 169، واللي بغاتو بالكونه حتى هو كاين. وهذا شوفوا معايا دابا هذا كيرجع كون جوج في واحد. حاول نبعد باش يبان لكم كامل. فوالا حتى الناس اللي 300 درهم حنا كنديروا اثمنه. الناس اللي ما عمرهم شافوا هذا الارتيكل نوريوه لهم. حنا كنديروا اثمنه معقوله، تبارك الله عليك، كنربحوا شويه وكنخليو حتى الكليان فين يستافد. تبارك الله عليك. ما تنساوناش من جيمو بارطاج، ديما تنقول لكم واخا ما تكونوش انتريسي بهذا النوع ديال لي فيديو، ولا ما عندكوش مثلا دي بيبي صغار، بارطاجيوه، ديروا ان ماكس دو جيم، خليونا تعليق زوين باش يوصل للناس او للسيدات اللي مهتمين به. حوامل مثلا كتكون متقله ما عارفاش منين تشري هاد لي زارتيكل، انت كتعاونيها ملي كديري جيمو بارطاج كيوصل ليها لا فيديو. شوف شوف صاحبتك مثلا شي وحده مع شي وحده يعني في العائله ديالك، علاش لا صيفطي لها لا فيديو، حيت غينفعها بزاف. شفتوا هذا ساك
كنتي غادا لشي بلاصه بيته مثلا عند العائله اولا، البيبي ديالك كيبقى مرتاح صاك وفي نفس الوقت كونه. شوف جوج في واحد، ما كتبقايش هازه الهم فين غادي يبات. ها نتوما كيجمم حتى بهادي ديالو، كتزيدي غير واحد لمينطه. ها نتوما شتو البيبي مرتاح تبارك الله عليك. يعني دي زارتيكل فنيين، يعني محل شامل كلشي، اي حاجه لا طوندونس كتلقايها عند خويا ياسين. اي واحد راه غتجي ساهله 220 درهم. شحال؟ 400 درهم ماشي شحال قلتي لي؟ تبارك الله عليك 220 درهم فقط. هذا راه 400 درهم باش كان 220 درهم ساكونه جوج في واحد، والاول من 200 درهم ولا غير 169 هذا الثمن ديال جوج. تبارك الله عليك. كل لون اللي في هذا حتى هو في لو غري اللي شفنا، اه فيه البلو مارين، فيه الكريم غلوق، الكريم غلوق حتى هذا كريم مفتوح، سومون تبارك الله عليك البنوتات فوالا. وبالنسبه لهذا فيه لو فيغ كانار، فيه قلنا البلو، فيه لو غري، وحتى هو فيه لو نوار ياك. تبارك الله عليك. لي جيم لي جيم لي جيم والبارطاج، داك الشيء رائع والاثمنه اكثر من مناسبه في الخدمه اختي مونا. شوفوا معايا كيفاش كيجي يدير، ولكن انا رخاص في هذا الشيء. تبارك الله عليك. لا لا تبارك الله عليك ما شاء الله. ثمن واعر، ثمن واعر، 220 درهم سكونه شي حاجه ما كايناش. ولكن هذا الشيء اختي مونا، هذا الشيء كتشوفوا في الفيديو غتلقاه في الواقع. تبارك الله عليك. ديما شنو هو السلوغون ديالك؟ الواقع احسن من المواقع. تبارك الله عليك. في الجديد دائما العوده ديال لو ساك ميستيلا، بغيتي بوحدو سي بوسيبل، بغيتي افيك برودوي سي بوسيبل، انت كتختاري. ان بياس راه كتعمل، بغيتي بلي برودوي راه كاين بلي برودوي. تبارك الله عليك. هذا كيجي ستيل لو لان، ما كتلقايش بزاف في الاسواق. شوفوا معايا الديزاين ديالو كيطير. شوفوا معايا كيجي بالطابي شونج ديالو. شوفوا معايا كي كتبدلي البيبي، خطير خطير خطير، وما كاينش في السوق قليل، وعليه لي كوموند، عليه دائما تيكون لي كوموند. تبارك الله عليك. شوف جي انترميير هنا نتوما، وكيهز فوالا راه كيهز، تقدر ديري فيه اي. عندو ديك عندو لا بوندوليير، عندو لا عندو لا بوندوليير ديالو. ها هي فوالا، حيت ما بانتش ليا. شتو شتو كيفاش كيجي دي. حتى هو كيف ما كيبان لكم راه كيتزاد وكيتنقص. تماما، بغيتي تزيد تعرف واش بلا بوندوليير. ها نتوما كيف ما كيبان لكم ديال ميستيلا. دابا انا بغيته بوحدو شحال الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 80 درهم. 80 درهم بوحدو، راه كان 100 درهم، كان 100 درهم، دابا 80. بغيتو بلي برودوي، بعدا شحال من برودوي كاين؟ خذ واخا شيمونه كيجيو فيه اربعه. شنا هما عندنا؟ شنو عندنا؟ لو لي دو تواليت، عندنا لو ريفريشيسونت بحال بحال الرويحه فوالا، عندنا هنايا لو جيل نيتوايون يعني للشعر والجسم، هذا جوج في واحد. وشنو عندنا الثالثه؟ هذا الكريم دو شونج. كريم دو شونج، كريم دو شونج، يعني عندنا اربعه ديال لي برودوي مع لو ساك. شحال غادي يبقاو دابا هاد الاثمنه؟ والله الا كنديروا مال الكليان اللي الكليان اللي المتابعين اللي كيبغيو فاليز، اللي كيبغيو ياخذوا كل شيء، حتى هذا الشيء ما فيهش الربح. تبارك الله عليك. صراحه هذا الشيء ما فيه والو، غير هو كان دي جيست من المحل. تبارك الله على السياسه. هذا اختي منى يبقى له 250 درهم، ساك بلي برودوي ديالو. تبارك الله عليك، وماشي اي برودوي. كنعاود نذكر لي برودوي ديال ميستيلا. على حساب يا اختي منى، الساك ب 100 درهم. اها هانت قدامكم 65، هادو باش كيتباعوا 65 درهم. 65 درهم، اها 65 درهم، هاي 305 اللي كاين. 325 درهم هما بشحال غياخذوا؟ 335. 335 عفوا، هما بشحال غياخذوا؟ قلنا 200 ناقص لك 85 درهم. فوالا 85 درهم كلها مشات. 85 غتحس بها شويه هنا شويه هنا، كتلقاي راه. تبارك الله عليك. مره اخرى بوحدو غيبقى ب 80 بلي برودوي 250 في العوض ديال 335 درهم. يلا لا جيم لا جيم والبارطاج. ومره اخرى بارطاجي لا فيديو مع اي سيده حامل متقله ما فيها ما يدور، اولا اون مامون يلا ولدات وبغات هاد لي برودوي، حيت بيان سور ما كنقدروش يعني نشريو كلشي، السلعه ديالها اللي بغات تختارها توصلها حتى للدار. تماما اختي منى. دابا غادي نجيو لهادو. هذا شوفوا معايا لا تخص العجيب، هذا ساله وجه راه كاين فيه العدد. شوفوا معايا الكميه ما شاء الله اللي كاينه. هذا لا تخص فيه كل شيء، يعني فيه هذيك لا بروسادون اللي كديرها هكا في الصبيع ديالك وكتغسلي كتحكيني البيبي سنيناتو. شوفوا معايا واخا ما يكونوش سنينات، غير ملي يكون يرضع بحال كتعاونيه. فيها المقص، فيها الترمومتر، فيها المبرد، فيها المقيس الاخر، فيها المش بيبي، فيها المشطه الرقيقه والمشطه هكا اللي كتكون بلي بوال. فوالا شوفوا معايا بدا اللوينات، يعني الغوز بالنسبه للبنوتات، عندنا هذا الصفيفر والزرق بالنسبه للوليدات. هذا موديل وهذا موديل، يعني هذا فيه هذا فيه جوج تلوان، هذا فيه جوج تلوان. هذا كيجيو فيه جوج عفوا، ما عرفتش الثاني. فوالا هذا فيه كيجي فيه الشيبي والغوز. تبارك الله عليك، يعني هذا موديل وهذا موديل، ولكن الثمن راه حتى هو نقصنا فيه الثمن، ما كاينش الزياده اختي مون. تبارك الله عليك، يعني فيديو على فيديو كينقص الثمن ما كيزيدش.
وعندنا هذا موديل تقريبا في داك الشيء اللي هنا كاين هنا كنظن غير ديزاين يمكن ديال لا تروس اللي مبدل ديفيرونس ديال هذا شنو هو على افنت لامارك ديال افنت بحال هذا مكتوبه افنت هنا كيدير 450 درهم فوالا بحال قلتي هذا الدوزيام ديال ما شاء الله عليك الشيء اللي كاين بحالو شنو هي الكولور الثاني اللي في هذا هذا فيه لون واحد لون واحد لون واحد ماشي بنات ولا تبارك الله عليك لوني سكس كيجيو جون بحال فوالا صفيفرين هذا كيجي فيه الغوز وكيجي فيه البلو وبالنسبه للثمن واش مختلفين هذا ختمونه ب 120 درهم هذا ب 120 لي برودوي ديالو كاملين شوف غير شريتي كل حاجه بوحدها بشحال غتقام عليك 120 شحال كان 120 كان 120 شحال غيولي 80 درهم فاجئتيني اخويا ياسين والله حتى فاجئتيني تخيلوا معايا دابا 80 درهم غيقولوا لي ديالاش واش ديال الترمومتر ديال الميزان ولا ديال الموش بيبي ولا ديال المشيطات ولا ديال لاتخوس انا ما عرفتش ديالاش ما شاء الله عليك 80 80 وبالنسبه لهذا الكوبي ديال ايفنت هذا ختمونه ديال حتى هو ثمن خفيف شحال غيبقى 95 درهم تبارك الله عليك كلشي قل من 100 درهم شوف 95 يعني اثمنه جد 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 مناسبه شوف يعني الثمن ديال الباساجي حاول تقولي حنا جينا من طرف القناه راه ماشي هو الثمن ديال المتابعين انا قلت لي من طرف لا فيديو راه غنقول لك فوالا يعني ما تقلقيش انتم عندكم اثمنه تفضيليه ولكن راه ما يمكنش نبيع لك الوهم باش تفهمي راه الله سبحانه وتعالى كيشوف هادشي اللي هادشي اللي كنصوروه غتلقيه تبارك الله حيت كاين شي كليانات كيجيو كيقول لك داكشي اللي درتي لنا في اليوتيوب فين هو جاو معطلين بكل بساطه دابا لا فيديو كيتلاح لا فيديو قديم كتشوف لا فيديو راه دازت عليه مثلا 3 شهور كتشوف ديك لي برودوي ما كيبقاوش كيجيو موديلات اخرين حنا دابا غنعطيكم مثلا لا دات بحال كي دارت ديك المره معز الدين بحال دابا حنا لا فيديو صورتها انا 26 جانفي 26 يناير 2024 شوفي متى غنحطها واش غنحطها 28 واش غنحطها 27 المهم هانتوما صورتها انا في 26 يناير 2024 يعني كاين السيده مثلا غتشوف لا فيديو على شهر على شهر ونص خويتي راه جاب برودويات جداد وجاب ميزات جداد دابا ملي كتكون حامله كتوجد من تماما من عند 4 شهور 5 كتشوف لي فيديو تماما تقدري تلقاي شي حاجه تقدر ما تلقايش ولكن باش زوين ديما عندك الجديد ديما الجديد ديما الجديد كاين غير اللي متبعاني في الانستغرام راه غتشوف الموديلات يعني غتبقى اجور ديما اجور تبارك الله عليك كملنا من هادو صراحه كاين ما يدار غنمشيو لهذا هذا شنو هو هذا هذا ها حتى هو ما فيهش بزاف غتكون فيه واقيلا شي 40 بياسه ولكن شنو هو ما محلولش كنقول اشنا هو باش نقرب ليه هذا تعرف بحال شي لعبه الكتريك شوفوا معايا شوف الحجره كبيره هنا هانتوما كيخدم بالحجر وهاد الرويصات ياك كديرهم بحال فوالا بحال مبرد ياك اه مبرد المهم راه حنا عارفين دابا لو كونسيبت لا ما غيجيش فيه ما غيجيش فيه خاصو حجره هذا كدير فيه الحجره كديري فيه هاد الريوس هادو على حسب البيبي العمر ديالو فوالا الزياده كيكون صغار طبيعي شويه ملي كيقطعو كتبدل هاد الريوس هاد كيجيو فيه جوج اللوينات حتى هو فيه البلو والغوز فيه البلو والغوز شتو كيفاش كي اللي بغات مثلا غير المقاس بوحدو ها نتوما وهادو بحال الشكل ديال المبرد هذا كيتباع هذا خداو الكليان شوفوا معايا كيفاش كيجي ولكن داير ليه واحد الثمن شحال غيبقى السي ياسين ما صدقوش العقل صراحه شحال انا لقيته في الجمله بداك الثمن انت دابا غتبيع لهم ثمن الجمله انا صدقت السيد اللي قال هذاك الثمن شحال غادي يبقى عرفتي شحال داير ليه 75 درهم اها انت بشحال تبيع دار ليه 75 تنسى والله 75 درهم تبارك الله عليك عرفتي شحال كنت كنبيعو هذا 160 درهم تخيلوا معايا 160 درهم الا مكرهتكمش تمشيو وتمشيو للمحلات وتقلبوا الله يسهل على كل واحد غير باش تعرفوا راه المتابعين ديال القناه عندكم اثمنه تفضيليه هادشي اللي كاين كنشوف داكشي اللي مسلكني واللي كيسلك الكليان تبارك الله عليك تبارك الله عليك قلنا 5 ياك 70 75 درهم دابا هذا ختمونه الا رجعتي للانستغرام عندي الريل لتحت غتلقاه ب 160 درهم هذا فوالا باش كان 160 درهم تبارك الله دابا 75 يعني السيدات صراحه اللي غيشوفوا هذا لا فيديو هذا غادي يتبرع غادي يتبرع شحال فيها 40 بياسه 40 قطعه دابا صافي اللي متوفره واضح وباين تبارك الله سياسي فوالا غادي نجيو لهذا هذاك ديال الدوزاج هذا ديال الدوزاج ديال الحليب هذا كيجيو فيه جوج شكالات فوالا باش ما تبقايش مبرزطه بالحكياك واش درتي العبار هو هذاك كديري الدوزاج ديالك 3 المعالقات 4 5 شوفي على حساب البيبي ولو بوا ديالو كتكوني خارجه كتدي معاك الدوزاج تقريبا ياك في 4 في 4 في 4 لا 3 3 الرضيعات فوالا بحال 3 الرضيعات هذا ختمونه وكاين هذا شنو الفرق بيناتهم والفرق في الديزاين غير الديزاين فوالا ها نتوما شفتوا كتاخدي الشكل اللي بغيتي هذا مثلا بالنسبه ليا يونيسكس هذا يمشي وليدات هذا يمشي بنيتات تمام وبالنسبه للثمن ديالو شحال يبقى هذا ختمونه 35 35 وهذا ب 30 وهذا ب 30 كتختاري اللي بغيتي يعني اثمنه كتبقى جد مناسبه
دابا نقصنا لكم فيها 15 وهذا 40 درهم، نقصنا لكم فيها 10 درهم. تبارك الله. من هاد لاباغي هادي ديال الدوزاج غادي ندوزو للسخانه اولا شوف بيبغون، السخانه اللي كنسخنوا بها الرضيعه ديالنا. يعني تبارك الله، شوف شوف شي دابا الحياه ولات اسهل الامهات صراحه. هادشي ما كانش ما كانش شحال هادي، وحتى الا كان كان قليل طيب الثمن زايد وكان قليل. دابا انت بغيتي فوالا وما كتلقايش عند جميع المحلات. شوفوا معايا كلشي عندكم تبارك الله، كلشي متوفر. هادي ديال الدوزاج، هادي هكا مجموعه لي برودوي بثمن مناسب. حنا راجعين هاد لو برودوي، هذا هذا اقتصادي وغزال، هذا واعر. بقاو معايا هانتوما تيمونه راه فيه العبارات، باش كتعرفي العبار اللي بغيتي. باش انا غنقرب باش غادي يبان لهم. شو فوالا صافي، هذه كديريها في البريس كتبرونشيها بحال هكا، كتحطي الرضاعه ديالك كتسخن. تبارك الله عليك، يعني ما كتحتاجي لا تنوضي لا كويزين لا حتى شي حاجه. الترموسه ديالك فيها الماء، كتقادي الوليد ديالك الرضيعه كتحطيه هنايا تسخن وصافي وكتردي. ما تبقايش غدا جايه غدا جايه. تبارك الله عليك. وبالنسبه لو بري ديال شحال تبقى؟ سولينا ختمونا على الثمن 500 درهم. لا ما يمكنش نعرفك. غادي لهم ختمونا ثمن خطير تفاد 250 درهم. يلا شوف بغيتو النص بالنص، صحابو غيحيد 50 ولا 100. اللي جات من طرف لا فيديو تقول لي راه جايه من طرف لا فيديو غتاخذي ب 250 درهم. ما قلتيليش من طرف لا فيديو باعها لك ب 300. شحال هادي كنقول لي الثمن كيدير فيها. انتي فهمتي، انتما فهمتوني. قال لك 300، قال لك 400، ما تقلقيش. ولكن ملي كنشوف ردات الفعل فيه كنعرفو جايب من لا فيديو. تبارك الله عليك. يلا البنات 250 درهم فقط. ومره اخرى ما تنساوناش جيم بارطاج، واخا ديرونا غير القلوبه في التعاليق باش لا فيديو تطلع وتوصل لي مامو والسيدات اللي محتاجين. دابا غندوزو لهاد الشينيت اللي كتحتاجو. كاين واحد الترموس ختمونا ديجا دوزناه ودرنا فيه برومو خطير. وما خصناش نساو حتى التيغلي اللي كنتي هاز في الاول. كاين جوج اشكال وكاين مانيول. تبارك الله عليك. فين هو الترموس ختمونا؟ هادي هذا فيه ثمن خطير، فيه هاد اللون والبيستاج. البيستاج كاين كارطون من تما فوالا، كنا دوزناه. هذا خطير الا عقلتو عليه. شوف شوف الديزاين ديالو كيداير، هذا هو اللي تيولي كاس من بعد. هذا خاص لي كليان ديالنا. شوف انا غنقرب لكم، شوفوا كيفاش كيجي داير. كيجي بهذا اينوكس، كيجي بلا باي. الا بغيتي ديري الفران بحال هكا ها هو. كيجي بلي بواني ديالو حيت كيولي كاس ملي ملي كيكبر البيبي. ها انتم شفتوا اينوكس من الداخل ما شاء الله. يعني هذا كتخرجيه معاك في الصاك، كتخرجي معاك هذه ديال الدوزاج، وفي نفس الوقت بالليل كتقدري مثلا كتحطي حدا راسك كديري فيه الماء وتخلي حدا راسك مع الرضيعه وشوف بيبغون. تبارك الله عليك. شحال غادي يبقى سياسي؟ 1000 ريال. تبارك الله عليك، 1000 ريال كتستغليه. شحال؟ 50 درهم. كان ب 100. هذا كنا ب 99 درهم، قلت ليه 80 ولكن باقي فيها شي حاجه قليله. وفي جوج الوان قلتي لي ياك؟ جوج، هذا والبيستاج. هذا بحال دير بحال جون بانانيه تقريبا والبيستاج، 50 درهم فقط. ميزه انو باغاتي. 50 درهم، دابا هاد الاثمنه بغيت لك ليان الفيدي اللي يستافدوا منها. تبارك الله عليك. اللي غياخذوا كل شيء واللي غيتقداو عندنا. فوالا، انا كنصحكم اللي كتوجد دابا بغات حقيبه الولاده تستافد من هاد لي برومو هادو، حيت هاد الاثمنه واو. انا الفكره ديالي كي دايره اختي منى، دابا الفكره ديالي الام اللي غتجمع فاليز كتاخذ كل شيء عندك. ملي كتضرب في الكالكي كتلقى راه ناقصه عليه واحد 500 درهم. هي القليله والله، حتى هي القليله. 20 هنا 15 في هذه 20 25. راه كاين اللي كيبغي ينقص لك يقدر ينقص لك في ارتيكل واحد فقط، ما غينقصش لك في كاع لي زارتيكل. وحنا راه كنقصوا عاد كنصوروا. تبارك الله عليك. حتى كنشوفوا وبعض المرات في وسط التصوير كتزيد تنقص. دابا غادي نجيو للتيغلي. هذا التيغلي اختي منى. المانيويل هذا ياك؟ المانيويل اللي كيجي فيه الساشيات. شوف ديال الحليب. ها هو. ما كيتباعش في الفارماسي نتاعهم. شفتو؟ كيجيو فيه وقيلا شي 6 ولا 4. ولكن هادو كيتستعملوا مره وجوج وثلاثه، يعني ماشي جيطابل ياك. تبارك الله عليك. ها انتوما كيجي على هذا الشكل، كيجي كامل ابيض. هذا شفتوا لي خدامه اللي كتبغي مثلا تخلي ولدها مثلا مع ماماها ولا هذا فوالا، كتبغي تخلي لي الحليبه ديالو. شوفوا كيفاش كيلصق بحال فونتوز. راه خدام. شفتوا؟ تبارك الله عليك. وعاده فيها هذا باش تخوي الحليبه هنا وتعطيها ردة. تبارك الله عليك. تيغلي ومنه الرضاع. جوج في واحد. جوج في واحد. والله إلا غزال. ها هي. تبارك الله عليك. الرضاع راه فيها الفران ديالها راه باش ما كيسالش. الوسط ها هي شفتو. باش كتشوف. تبارك الله عليك، راه أصلا هو تيكون فيه واحد ياك واحد الكتيب جو بونس ولا شي ورقة ديال طريقة الاستعمال كتكون في الكرتونة. كتكون. حيت بانت في الكرتونة مكتوبة. هذا ساهل في الخدمة ديالها. تبارك الله عليك. المهم كاين. وحتى حاجة ما بقات واعرة دابا اليوتيوب وداك الشيء كيبين كل شيء. كاين هذا اختي منى. كيجي فيه هذا الشكل هذا فيه بالصافيات بالثمن. اها. وكاين واحد اخر كيجي فيه جوج الوانات بالثمن. هذا ديال لا مارك نوتخ بيبي. نوتخ بيبي نيت بحالو بحالو. اها. كيجي فيه اللون شيبول غوز. تبارك الله عليك. شيبول غوز هذا داير 165 درهم. اها. هذا داير لي 175 درهم.
تبارك الله. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ كاين غير الساشيات. غير الساشيات دابا فين اللي فيه الساشيات؟ هذا هو اللي فيه الساشيات، هذا ما فيهش. هذا كيجي فيه جوج دلوينات شيبو الغوص. ولكن ما فيهش لي ساشي. تبارك الله. هذا كيجي كامل ابيض كيدير 75 درهم. والاخر 100 165 تبارك الله. هذا الخيك ديال افان حتى هو راه كاين. ها هو شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. هو الكتريك. شفتوا؟ نورمالمون هذا في الاسواق شحال داير اخويا ياسين هذا ديال هذا الالكتريك؟ اوريجينال. اوريجينال 2500 درهم. حتى 2500 درهم ما شاء الله. شوف كيفاش كيجي داير هذا الكتريك كيجي بحال كيجي مع واحد الميطير ديالو. اه كاين كاين. ها هو شتو هو هذا. هو باش كتشارجي. شتو ها هو باش كيخدم. تبارك الله ما كتبقايش انت يعني تبريسي بايديك غير هذاك هي اللي هي اللي تيدير فوالا هو اللي كيدير الخدمه كامله. تبارك الله عليك. هذا شحال داير دابا الثمن ديالو؟ الثمن ديالو اختي منى درنا الثمن خطير. شحال؟ 1900 درهم. 1900 درهم. شوفي شحال نقصتك تقريبا شحال نقصتي عليهم شي 500 ولا 600 درهم. فوالا 600 درهم اللي منقوصه عليك ما شاء الله. وبالنسبه للوان هذا كنظن كيجي لون واحد ترونسبارون. لون واحد. تبارك الله. قبل ما ننتقل لكم لدوطخ ارتيكل بغيت نوريكم هذا اللي قلت لكم هذا لو برودوي هذا ديال لامارك كيف ما كيبان لكم بيوديرما. هذا البنات علاش واعر؟ لانه هذا نيتوايون لطيف البيبي الوليدات الصغار ايضا ممكن انت تستعمليه لوجهك لوكور ديالك ولشعرك. السيدات مثلا عندها مثلا شعر مثلا كيطيح ليها ولا ما كتقدرش على دي شامبوان وحتى البيبي ديالك يعني هذا بالنسبه لي هذا عائلي واعر واعر واعر. هذا مره اخرى يعني الجسم الشعر الوجه البيبي من الزياده والناس الكبار شو البنات. ها هو ديال لامارك بيوديرما وشوفوا الحجم قداش هذا قلت لي ايترو ايترو شوفوا شحال فيه هانتوما واعر واعر صراحه واعر. وبالنسبه للثمن ديالو شحال غادي يبقى؟ الثمن ديالو اختي منى 150 درهم. غيبقى ب 150 درهم. وهذا هو الجديد اللي غتلقاوه عند خويا ياسين شوفوا معايا هذا كنت كنصحابو انا يزار قلت لكم جديد في ليزارات هو لا البنات راه هذه طابي دو شونج يعني فوقاش كتبدلي البيبي عندها جهه انا غادي نقرب لكم كتجي غايه مقطنه وجهه ثانيه كتجي بلاستيك امبيرميابل. هذا رائع جدا يعني الا كتبدلي البيبي مثلا فوق الفوتي فوق السداري فوق لولي ودازت شي حاجه ما كتقيش لك الفراش شفتوا غزال وممكن تهزيه معاك في لو ساك ديالك الا كنتي خارجه. شوفوا شوفوا كيفاش كيجي دابا شوفوا شحال كبير بعدا كبير تبارك الله وفيه اللوينات اختي منى بحال دابا هذه اللي وريتكم انا الغوز هذه هي من الاساسيات ديال حقيبه الولاده هذا على الاقل خص يكون عندك جوج واحد كبير واحد صغير. شوفوا اللوينات عندنا الغوز عندنا هاد لاكولور غادي دايره بحال ان فيغ سيترون عندنا البلو اللون الازرق كابتور ديكرون اي حاجه بغيتوها باش كتسهلوا على خويا ياسين وعندنا هاد لا كولور دايره بحال ان صومو. شوفوا معايا اربعه الوان اربعه اللوينات شحال الثمن ديالو شحال كيبقى؟ هذاك اختي منى كيبقى ب 80 درهم كيبقى ب 80 درهم زوين وكبير زوين وكبير هذا حتى هو هذا رخيص شوفوا معايا هذا حتى هو كنت حاطه في الانستغرام خائف بالكويت باع وجبناه وعاد انا يعني كاين موديلات كثيره وكيف ما قال لكم خويا ياسين حتى لي بيدجي حتى هو من هنا مقطن وشوفوا من هاد الجهه شفتوا كيجي هكا بلاستيكي في هاد الزريق هذا ها كاين الغوز الغوز ديالو البنوتات ها انتما نقرب لكم شوفوا هاد الصفيفر هذا جون باناني واعر شحال الثمن ديالو هذا 35 درهم فقط. علاش كنقول لكم جميع الميزانيات يعني حقيبه الولاده على حسب البيدجي ديالك انت كتختاري اشنو بغيتي يكون فيها. شوفوا معايا هذا انا غادي نبعد باش يبان لكم قداش هذا شنو هو شوف واش كيدار كيدار الماطلا ياك تبارك الله عليك هذا بحال ان كاش ماطلا من هنا ها نتوما بلاستيكي غزال بلاستيك ديالو كلشي لا لا هذا واعر هذا واعر شوفوا معايا كيجي هنا موبرا هنا فوالا هنا كيجي مقطن موبرا هكا مقطنه ومن الجهه الاخرى بلاستيكي واللي عجبني انه ما فيهش الصداع لا واعر ما انتوا سمعوا سمعوا ما فيش داك الصداع اللي تيكون في البلاستيك يعني ملي كتنعسي البيبي ديالك كينعس مرتاح ما كيديرش الصداع. شوفوا معايا كنظن كتمشي هذه الماطلا ستوندار ديال البيبي ستوندار فيها مترو 20 60 في العرض مترو 20 في الطول تبارك الله عليك شفتوا يعني اي حاجه خصاتكم اي حاجه خصاتكم حنا معاكم كيجيو فيه جوج دلوينات هذا كيمشي فيه لو جون باناني والبلو سيان هذا بالنسبه ليا يونيسكس بنات ولادات جوج دلوان والتمام شحال كتبقى الثمن ديالو هذاك 95 درهم تبارك الله عليك 95 درهم كتقدري مثلا كاع الا توسخ ولا شي حاجه وانت بغيتي تصبنيه كتصبنيه في كتصبنيه مع 12 كتفرشيه مع الجوج تمام دغيا فوالا غادي ننتقلوا واحد طابي دو شونج شوفوا معايا فيه لوينات مبهدجين حتى هو لاجامو البارطاج الرقم ديال سياسين راه كيبان لكم على الشاشه مره اخرى ما تجيش فقط غير نهار الجمعه واخا تنقول لها تيجيو الناس ياك السياسيين كيصونيو عليها تبارك الله عليك كاين هذا الموديل هذا هذا كيجي من هنا فيطه فوالا
ومن الجهه الاخرى كما العاده كيجي هكا بلاستيفي تبارك الله. شوفوا كيفاش كيجي داير حتى هو غزال. هذا مثلا في الدار وممكن تدي معك في الصاك فوالا. وبالنسبه للوينات اللي فيه ها نتوما الشويبي صفر كيجي فيه الغوص والغوص. والثمن ديالو شحال كيبقى؟ الثمن ديالو 60 درهم 60 درهم فقط. وكاين حتى هذا لو موديل هذا ديجا خدمنا به اختي. شوفوا معايا كيفاش كيجي هذا 70 درهم هذا 70 وفي اللوينات حتى هو يعني اللي بغات هاد لا كولور هادي غلب عليها الصفيفر كاينه هادي غلب عليها لو غوز بنات وهادي ديال البنات جوج تبارك الله عليك جوج اللوينات جوج اللوينات اللي فيه. الثمن ديالو قلنا شحال كيبقى؟ الثمن ديالو 70 درهم 70 درهم. قبل ما ندوز لكم البانيو العجيب اللي كنعجبكم بزاف بزاف عاود دخلت فيه كميه اخرى بغيت نوريكم هاد لو باك هذا ديال ليزار. شوفوا معايا انا سدي معاك لا كلينيك هذا واعر. شوفوا شوفوا كيفاش كيجي داير. شوفوا الخدمه هذا راه في الغوز هانتوما لا دونتيل هاد الوريضات من هنايا هاد لو غيبون البيرلاج بالنسبه للتيسيو قطن يا كوتون. هادي البنات اللي كنوريكم راه المخده هادي الخديه وكيجي فيه الخديه وكيجي فيه ليزار هانتوما. انا غادي نبعد باش يبان لكم باش تشوفوا التفاصيل. شوفوا معايا ليزار كيفاش كيجي داير وكبيبر راه تبارك الله ماشي صغير ليزار نيت كبير هانتوما بهاد لو ديتاي هنايا. شوفوا معايا الغابيل كيحمق اها وعاده كيمشي فيه لاوست ديال الماطلا لاوست الماطلا اه بلاستيك ديالها تبارك الله عليك. كتفرشيها وديري مثلا داك البروتيج اللي ورينا ديال لولي تبارك الله عليك. هانتوما شوف شوف شوفوا معايا شوفوا معايا تيرا مترو 20 على 60 مترو 20 على 60 تبارك الله عليك. شفتوا غزال تاخدي جوج وتبقاي تبدلي بهم البيبي ديالك. وبالنسبه للوينات اللي فيه الوينات اختمونا كيجيو فيه ثلاثه اللوين ها نتوما وريتكم انا الغوز فيه لو جون باناني. حتى اللي بغات تعطي كادو ما عرفاش لو سكس ديال البيبي واش بنيته ولا وليد كتاخذ هاد لا كولور. وعندنا فيه الشويبي ها نتوما ثلاثه اللوينات والثمن شحال كيبقى؟ الثمن ديالها كيبقى 115 درهم 115 درهم يعني اقل ثمن في السوق. وكنعاود نذكر قطن. قبل البانيو بغيت نوريكم هاد الغولاكس هذا اللي حتى هو كانوا عليه طلبات. هاد الغولاكس هذا راه جبنا فيه العاده ودبعنا تبارك الله عليك. جبنا فيه العكرات متباع وعاود جا متباع حتى تاع على الثمن تاع على الثمن تبارك الله. الثمن خطير اختي منى راه داير ليه 300 درهم في السوق ما شاء الله. حنا درنا ليه واحد الثمن خطير. شحال غادي يبقى سي ياسين؟ كيبقى له 265 درهم 265 درهم. شوفوا معايا كيفاش كيجي فيه الفيفرون هنا كنترفع الحجره فيه فيفري وفيه اربعه د اللوينات وفيه الموسيقى بيان سيغ كيديك حتى 18 كيلو ها هي مكتوبة مون بيبي معروفة اها مارك مون بيبي ها هي وكاين حتى كرسي اختي ها انتوما ملي كيكبر البيبي ياك ها هي 18 كيلو كيديك حتى من زيغو مو من زيادة حتى ل 18 كيلو تجمل البيبي فيه 18 كيلو هادو بالضبط. دابا هذا بلوسيال بلاتي انا غنوريكم يعني فيه البلوسيال فيه هذاك اللي فيه الكارطونة بلوسيال اللي كتجي في السيلو فيه هاد الكري هذا فيه الغوز وهذا بلونش تبارك الله عليك ثلاثة د اللوينات الأربعة أربعة أربعة د اللوينات أربعة د اللوينات فوالا. هذا قلتي لي كيكون غولاكس ومن بعد تيولي كرسي تمام فوالا. والثمن ديالو الثمن ديالو أختي منى 265 درهم 265 درهم مرة أخرى ها أنتوما ها هو هي اللي كنت نقلب عليها. شوفوا معايا بالنسبة للسيدات ها أنتوما يعني ملي كيكبر البيبي ديالك يقدر يجلس فيه هاد الشيء تيكون هنا كتقلبيه اللور تمام تبارك الله. وها هو البانيو العجيب عقلتوا عليه كان عليه إقبال كبير 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 في الفيديو السابق لأنه صغير ومحيط دقوم تيول وكيتجمع ماشي غير بليابل بليابل على جوج المرات تمام تسافر وديه معاك. شوف شوفوا شحال زوين شوفوا كيفاش كيجي داير عطينا اختي منى الأثمنة دائما اللي كنقولوا في المتناول راه في المتناول تبارك الله عليك. حيت في البانيو الاول كانت هذه كتباع بوحده وهذه بوحده هذا كيجي هو هذا بحال هاد لاوس بحال هكا بثمن مناسب بوحده. شتو البنات شوف كتجي بحال هكا فيها بحال واحد الكويرات ملي كتحطي البيبي ما كتخافيش يزلق في الامان كيبقى. واللي زوين انه متوفر في جوج ديال لي كولور. الفيديو السابق كنت وريتكم الغوز راه باقي متوفر اللي هو هذا كيجي على هذا الشكل ودابا وريناكم الزرق مع لو غري الزرق مع البيض عفوا. دابا وكخصك تحسبيها بشحال غيتقام عليك هذا البانيو الحين نورمالمون 200 درهم مي اقل حاجه كنا الصومبل الا حيدنا لي هذه 120 درهم تاخذها ب 100 درهم ها هي معك وهذا نحيدو عليه كيتقام عليك 120 درهم يعني راه اونصومبل راه فابور رخيص تبارك الله. دابا اونصومبل شحال يبقى؟ هذا راه تاخذي ب 200 كما قلتي بوي فوالا نحيد لي هذه ونبيعها ب 200. لا لا انت غنبيعها بجوج شحال يبقى الثمن ديالو؟ ما نغشوش الناس هذا اختي منى 220 درهم تبارك الله عليك 220 درهم غير هذه كيف ما سبق وذكرت والله الا كانت كتباع ب 100 درهم يعني كيقلب لكم ما شاء الله على الجوده والثمن المناسب كلشي يستافد. ولكن ضروري تقولوا لي حنا جينا من طرف لا فيديو. شوف باش كتعرفي درجه الحراره ديال الماء بحال دابا انت جيتي وما قلتيش لي انا من طرف القناه ديما تنقولها باعوا لك ب 300 درهم 400 ما بقاش فيك الحال تقولي لي قلتي لنا في لا فيديو ولا
تماما عادي. شوفوا معايا البنات، واعر واعر واعر. عاود جمعوا لي اخويا ياسين غير باش يشوفوا انا كيتبلي على جوج المرات، كيتبلي على هذه المره. شوفوا ها انتما هالبلاصه ملي كيدوز الماء غير باش نوريكم من هنايا شفتوا، وكيعاود يتجمع. شوفوا ها انتما هذا كتجي الوسط. شوف تبارك الله، يعني هذا بلاكار ديال الكوزينه تحط لك فيه، وجوج تلوان مره اخرى في الزرق وفي هاد لا كولور هادي غوز. ها انتما راه جاب لكم دابا جوج تلوينات، راه كيبان لكم. وبالنسبه للثمن مره اخرى 220 درهم، يعني ثمن همزه. قبل غنسى واحد الحاجه بانت ليا، هادي ها انتما راه كتلصق. شوفوا 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 شوفوا، غادي نجر هذه كامله هكا. هادي سيليكون وكتحل. شوفوا عاشق بالرضيعه ديالها كي تنقولوا حنايا، فين كديري لا سوب سيريلاك، الناس اللي كيعطيو مثلا هذيك الحسوه ديال الشعير ديال الروز اولا اي حاجه. شوفوا كيفاش كتجي دايره ورطيطبه، كيجي فيها الموف اها والصومو وهذا الفيخ. هادو كيمشيو لك بنات ولاد، وهادي ديال بنوتات. وباش عجبتني شوف شوف الغلاقه ديالها باش كتحافظي عليها، شوف شحال غزاله. دابا غنجيو للثمن، الثمن ديالها 60 درهم ما شاء الله عليك. 60 درهم نورمالمون في ليسيت كتلقاوها على الاقل 150 250 درهم. عند خويا ياسين قلنا 60 درهم فقط. نوريهم اخويا ياسين حتى هادي، راه كاين بزاف صراحه ديال لي كارجيت عنده اللي كيحتاجهم البيبي. ها هي شحال دايره هادي؟ هاديك 50. كاينه 50 كاينه الاخرى راه وهادي اللي حداها. لا اللي بحال عنيت فين هادي؟ هاديك هاديك راه فيها الراس ديال التعمار. شحال دايره الراس؟ 45 درهم. 45 درهم راه بزاف ما شاء الله ديال لي كارجيت متوفرين عندنا. كلشي راه باقي هنا. هادي فاش كيتعلم البيبي مثلا كيعضوا، هذا اللي كتدخل الثلاجه، هادي اللي كديري فيه كديري لي فيها مثلا لي فخوي اولا. ها هي شوفوا معايا كلشي متوفر. واش عندك هادي؟ واش عندك؟ حنا عندنا كلشي. راه شوفوا دابا الحوايج مثلا في هاد لا فيديو ما نقدروش مثلا نوريوهم. كاين لي بغونيغ، كاين المطاعم، كلشي كاين، كلشي لي برودوي ديال الدوش. ها انتما بغيت نوريهم هنا. شوفوا معايا هنا الرضيعات، لي برودوي الرضيعات كاملين. شوفوا معايا راه ما كنقدروش صراحه فيديو واحد نوريكم اشنو كاين في المحل. هذا ديال الطفيله فيهم حتى هما ثمن مزيان. كاين كونه وتغدولي، هذوك نورينا لهم في الفيديو اللي فات. فوالا بالنسبه لهذه شنو هما اللوينات اللي فيها؟ هذه ديال الرضيعه، هذه فيها اختيمون اللوينات فيها. هي كتجي كتحمق، على الاقل تاخدي واحد جوج ولا ثلاثه الا كنتي غديري لولدك السكاته. ها انتما نواغي بلون، فيها الغوز، فيها الدوغي، الدوغي شوف شحال زوين، شحال فين لون هاد الدوغي. انا نقرب ليكم شوفوا. لا باقي ما كاينش الكري. ها انتما الدوغي لو كري، يبغى دير كابتور ديكرون. عندنا لو غوز، عندنا نواغي بلون، وعندنا لو بلو. والثمن شحال كتبقى خويا ياسين؟ الثمن ماكسيمونات تبقى لهم 25 درهم، كتبقى غير ب 25 درهم فقط. وهنا غنكون وصلنا لنهاية لا فيديو ديالنا من المحل ديال ياسين أولا بيبي لوكس، المحل اللي كاين في قصر يد الزموري شارع عبد المؤمن درب غلف مدينة الدار البيضاء. كيخدمو طوال أيام الأسبوع، كيسدو غير يوم الجمعة، وبيان سيغ كيديرو الإرسال في كازا في جميع مدن المغرب. شوفوا معايا البنات نوريكم غير بعجاله لي غونيير اللي عنده في المحل. عنده الفوطا، عنده المبرا، عنده القطن، كلشي كاين متوفر. أثمنة جد مناسبة ابتداء من شحال ياك اخويا ياسين؟ هاد لي كونيغ 100 درهم، ابتداء من 100 درهم وديال 60 اللي كنا ورينا ديك المره باقيين. كاين حتى ديال 60 درهم. شوفوا معايا هادو، راح نحطهم في الانستغرام. هاد واعرين، هادو كيجيو باك وما كناش غنبينوهم ما يمكنش. هادو شوفوا كيفاش كيجيو دايرين، شوفوا من هاد الجهه وشوفوا من هاد الجهه. شتو هادي هادي باش نوري ما من هنا كيجيو جوج. كتجي فيها بحال طريطيقات هنا، وحده في الجنب. شوفوا اللوان وقطن، كتجيك حتى تحت. فوالا هادي ما بانتش ليا وقطن. شوفوا الصفر هذا، هادي 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 كيهب. شوفوا الوليدات، شوفوا الوليدات، شوفوا لو فيغ. هانتوما مع واو 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 على اللوينات كي دايرين، واو على اللوينات. تواصلوا معايا على الرقم اللي كيبان لكم على الشاشه، ما كنبغوش نطولوا لا فيديو. هادي هادي البنوتات، هادي ب 100 درهم، هادي ب 100 درهم، 150 درهم بجوج. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. جوج ديال لي كونيغ ب 100. تسمونا راه دوزت التجربه واش داكشي صافي. والله الاثمنه اللي كانوا دابا راه ما شاء الله، راه غير اللي ما بغاتش تولد صراحه، اللي ما بغاتش تقدا. كلشي في المتناول والجوده وداكشي زوين. انيق وارين غوج بغايك. هادو كلهم دي باك، كلهم دي باك. شوف شوف شوفوا لا كاليتي والديزاين، كلهم دي باك هادو. وبالنسبه للاعمار مناش تلاش فيهم اختيمونه من شهر حتى ست شهور. من شهر حتى ست شهور تماما. قلنا الثمن 150 درهم ولكن جوج فوالا يعني في العوض 75 درهم. تبارك الله عليك وقطن ديال تركيا، وقطن تبارك الله عليك. وكاين هادو بيان سيغ راه الاثمنه هي كتبقى جد مناسبه. كاين هاد لي سيرفيت شحال هما الاثمنه ديالهم هادو؟ هادو ختيمونه 120 درهم. 120 درهم بالنسبه للاعمار مناش من عام حتى العامين. من عام حتى العامين. شوفوا معايا
ما شاء الله كاين المنطات لي با كلشي ما شاء الله متوفر. كيف ما قلت لكم ما كنبغيوش لا فيديو تجي طويله. الركاب كيف ما كيبان لكم هذا ديال الثوب عنده الركاب العادي الفوطات لي زارات كلشي متوفر. ها نتوما لي ساك شكيلات الاخرين فيهم راه ما كنقدروش كيف ما قلت لكم فيديو واحد نحطو كلشي هو ما يقدرش في المحل يحط كلشي. فكنبغي نشكرك السي ياسين شكرا لك بزاف. انت كتشكرك بزاف تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف. الرقم ديال خويا ياسين غيبان لكم على الشاشه ما تبخلوش علينا جيم بارطاج اشتراك في القناه باش دائما يوصلكم جديد المحلات. غنقول لكم بالسلامه نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.